مجموعة من طلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة قرروا إن هم يختاروا فكرة جديدة لمشروع تخرجهم، فكرة خارج الصندوق زي ما احنا بنقول. هي حملة لتأريخ الرياضة المصرية تحت مسمى لعبة فرعون. هنعرف هدف الحملة وليه اختاروا الفكرة دي بالتحديد وإيه اللي حققته لحد دلوقتي. معايا مشرفني دلوقتي على الهواء هاجر صلاح ومي عماد، وهم من الطلاب المشاركين في الحملة. طبعا برحب بيكم وأبدأ بهاجر. هاجر صلاح، بصبح عليك يا هاجر، وياريت كده تعرفينا عن الحملة، تدينا كده فكرة عنها، إمتى أطلقتوها وليه اخترتوا الاسم، وكان هدفكم إيه من خلال هذه الحملة؟ أولا أهلا بحضرتك، أنا مبسوطة جدا أنا موجودة معاك النهاردة. ثانيا بدأنا إحنا بعد ما كوننا التيم بتاعنا اللي هو مكون من 20 طالب وطالبة، بدأنا نعمل برين ستورمينج، جبنا أفكار كتير جدا، بس لقينا ان وزاره الشباب في حبه موضوعات عندها كده حابه انها تديها للجامعه عندنا ان هي تبدا تتناول الموضوع. احنا لقينا الموضوع ده من الموضوعات حبيناه جدا، خصوصا ان هو موضوع جديد ما تعملش عليه اي كامبين قبل كده، فبدانا احنا نشتغل على الفكره، بدانا مرحله البحث وجمع المعلومات، بدانا ننزل مكتبات، بدانا ننزل نصور في المتاحف، بدانا نقابل خبراء واساتذه في كليه الاثار أكدونا المعلومات، بقى عندنا الفايل خلاص اللي فيه المعلومات. بعد كده بدأنا نطلق الحملة بتاعتنا. اخترنا الاسم لعبة فرعون لأن هو اسم معبر عن كلمة لعبة إن هي رياضة، وفرعون اللي هو المصري القديم، فإحنا اخترنا الاسم ده لأنه معبر أكتر، اسم معبر عن الحملة بتاعتنا. وبعد كده اخترنا الشعار بتاعنا، لكل رياضة حكاية هتعرف بيها البداية. واخترنا التصميم بتاع اللوجو، حاولنا يكون اللوجو يكون مميز، فهو مثلا حضرتك بيظهر عندك ان هو فيه مفتاح الحياه اللي بيدل على الحيويه والطاقه، في الجناحات ده بيدل على القوه، عين فورس دي بتدل برده على القوه والحمايه، دي كلها مصطلحات طبعا متعلقه بالرياضه. في جوه عين فورس بوصله، احنا عارفين طبعا ان وظيفه البوصله الاتجاه، فحبينا نوجه عيون الناس للرياضات المصرية. حتى كمان جوه البوصلة حاطين صورة لأشخاص بتلعب رياضة، والرياضات دي متعلقة بالموضوع بتاعنا. نعم. طيب هاجر، خليني أروح لمي. بالنسبة للهدف، عايز أروح لمي. أنت طب ممكن تقولي على الهدف قبل ما أروح لمي، لأني كنت هسألها في نفس السؤال. اتفضلي. خلاص تمام، مفيش مشكلة. لا يلا يعني ممكن مي تقولي الهدف. لا قولي لي الهدف، لأن طبعا برضو لسه كتير من التفاصيل هنتكلم وندردش فيها مع بعض. خلاص تمام. فضل. الهدف بتاعنا، واحنا عندنا هدف اساسي، واحنا نعرف الناس بالرياضات اللي اصلها مصري او بدايتها مصريه. هي رياضات كتير قوي يكاد يكون معظمها، فده هدف الاساسي بتاعنا. فاحنا بنحاول بقى ننزل في الجامعات، بنعمل ندوات من خلال السوشيال ميديا، عاملين بيدي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وتشانل على اليوتيوب، بنحاول نبسط المعلومات ونوصلها للناس. فاحنا هدفنا الاساسي دلوقتي ان احنا نعرف المصريين إن قد إيه الحضارة الفرعونية كانت مهتمة بالمجال الرياضة، وكانت كمان يعني بارعة في المجال، وإن في رياضات كتير قوي الناس بتحسب إن هي مش مصرية، لا دي هي مصرية وأصلها كمان مصري. طيب ده الفضول بقى بيدفعنا دايماً إن إحنا نسأل على الرياضات اللي هي أصلها مصري. مي، جه الدور عليك عشان تقول لنا بقى شكل وطبيعة الرياضات اللي هي أصلاً كانت مصرية في الأساس ودلوقتي هي معممة والعالم كله بيمارسها. تمام. هو في أكتر من رياضة أساسها وبدايتها وبذورها كانت موجودة في مصر القديمة. طبعاً مع اختلاف الطريقة اللي بيتم ممارسة بها الرياضة، شكل الرياضة نفسها، ده طبعاً بدافع أنه حصل تطورات حصل مع مرور الزمن. فمثلاً عندنا رياضة الشطرنج دلوقتي معروف أن هي اسمها شطرنج، زمان كان اسمها رياضة السمت، وفي مشهد للملكة نفرتاري في المقبرة بتاعتها وهي بتمارسها، بتمارس رياضة السمت. وفي كمان أكتر من رياضة، يعني عندنا مثلا المصارعة، المبارزة، التحطيب، الهوكي. والتحطيب ده ممكن نلاقيه في مشهد في مدينة هابو في البر الغربي من الأقصر، موجود مشهد لناس بتمارس رياضة التحطيب بس بالستكس اللي هي الخشبية، وظاهر إن هم الاثنين بيمارسوها، وكان عندهم لحية كثيفة. وطبعا معروف ان المصري القديم ما كانتش دي من العلامات الموجوده، بس ده مشهد غريب عن المصريين القدماء. ده مشهد غريب عن المصريين القدماء او شكلهم اللي متجسد من خلال المعابد او التاريخ.
أكيد إحنا أي حاجة وصلنا لها كانت موثقة طبعا في المعابد، أو سواء إن إحنا اتعاملنا وعملنا لقاءات مع خبراء في علم المصريات، فأي حاجة إحنا بنقولها موثقة طبعا في معابد وموجودة من آلاف السنين. يعني ده مش كلام حملتنا، ده كلام أجدادنا وقدماء المصريين، هم اللي أكدوا لنا وأثبتوا لنا ده. طيب قولي لي يا مي، انتوا دلوقتي من خلال الحمله حابين توصلوا ايه للناس؟ دلوقتي احنا عرفنا ان في بعض الرياضات او اللعبات هي اصلها مصري، ازاي ممكن تبنوا على الفكره دي؟ او انتوا كان هدفكم ايه ان انتوا تعمموا القصه او تنشروها للناس؟ احنا حابين ان احنا نعرف الناس انه في رياضات بدايتها كانت في مصر، فلو مثلا في طفل بيمارس رياضه، كون ان هو بيحب الرياضه دي ويعرف ان اساسها كان اجداده بيمارسوها، ده ممكن يشجعه بشكل اكبر ويحفزه انه يكون بطل العالم فيها مستقبلا، زي ما اجداده كانوا بارعين فيها من الاف السنين. ومش بس الاطفال، كمان عايزين نوعي الاشخاص العاديه انه يا جماعه في رياضات بدايتها كانت في مصر، ودي حاجه طبعا عظيمه جدا. فالمصري القديم ما كانش بس بارع في الهندسه وفي الفلك وفي الطب، لا، كمان في الرياضه كان فيها متميز جدا جدا. طيب انا عايز اعرف، انتوا يعني كمشروع تخرج بيكون دايما خاصه في كليه الاعلام بيكون في شق عملي، هنا الجزء العملي عندكم رايح فين؟ دي ممكن تكون احنا دراسه عملنا بحثيه، اكتر من يعني ممكن تكون دي دراسه بحثيه، ولكن الشق العملي اللي بيترجم مشروع التخرج بتاعكم ممكن يكون شكله ازاي؟ احنا عندنا في مشاريع التخرج بيكون الموضوع مقسم لترمين. الترم الاول بيكون خاص بالجزء النظري، بنبدأ ان احنا نجمع فيه الجزء النظري، والترم التاني بنبدأ فيه في العملي وفي الفعاليات. فريقكم هيفضل هو لغاية نهاية السنة إن شاء الله؟ يعني احنا المفروض ان احنا ماشيين بنعمل اكتر من فعالية في اكتر من مكان عشان خاطر نوصل رسالتنا للناس بطرق مختلفة، ما يبقاش في نفس المكان ولا بنفس الطريقة. فمثلا عملنا مبادرة للجري، بما ان الجري رياضة مصرية برضو، فاحنا عملنا مبادرة للجري كانت بالاتفاق مع نايت رانرز، وكانت في مركز شباب الجزيرة، ودعينا الناس ان هم ييجوا يشاركونا، وعملنا مسابقة للجري، وكان يوم لطيف جدا. وبالفعل جالنا ناس وحبوا الفكرة جدا، وكان من ضمنهم بنوتة صغيرة عندها 5 سنين اسمها ياسمين، حبتنا جدا وحبت الحملة وحبت الفكرة، وهي اللي أصرت على باباها إن هو يجيبها ويحضروا معانا المبادرة. طيب هاجر، أنا متبقي ليا حوالي 30 ثانية، عايزك توجهي رسالة لأي حد بيلعب لعبة من اللي هي كان أصلها مصري، أكيد هتكون عيب علينا جدا إن إحنا اللعبة تكون بتاعتنا ومش عاملين فيها أرقام أو لينا فيها باع. كلمة بقى للناس اللي بتمارس رياضات أصلها مصري. بالظبط كده، احنا حابين كل واحد بيلعب لعبة وتكون أصلها مصري، مش عايزين بس نكون احنا عارفين ان احنا ممكن نكون أبطال اللعبة، لا، احنا كمان أصحاب اللعبة، أجدادنا هم كمان اللي ابتدوها، فده واجب علينا ان احنا نكون عارفين ان الرياضة اللي احنا بنمارسها دي احنا أصحابها كمان، مش كمان أبطالها بس. يا رب كل التوفيق ليكي يا هاجر، انت ومي وكل المشاركين في المشروعات، مشروعات التخرج السنه دي، وحتى انتوا طبعا مستقبل الاعلام باذن الله. بشكر.